يعتبر برج أيفل من أكثر المباني تميزاً وشعبية في العالم، لكن هل تساءلتم يوماً عن قيمته؟ سأحاول تقييم هذا البناء الرمزي في حلقة اليوم من تثمين ما لا يثمن. هذا رائع، سأبيع منه قطعة صغيرة في بيت مزاد في نيويورك. تقدر قيمة السلالم في برج أيفل $300,000. وسأكتشف تكلفة بناء نسخة مماثلة على بعد يقارب 8,000 كيلومتر منه. ستحتاج لميزانية تقارب $60 مليون لتنشئ شيئاً مماثلاً اليوم. علي تقييم نقل مبنى ضخم إلى نصف الطريق حول العالم. علي هدم جميع هذه المباني لإفساح مكان لبرج أيفل. أنا كيفن كوك مهندس، وأنا مفتون بالمعالم المهمة. غالباً ما يشار إليها على أنها لا تقدر بثمن، لكن كمهندس أعلم أنه يمكن بناء أي شيء بالسعر المناسب. تم بناء برج أيفل عام 1889 على يد جوستاف أيفل على ضفاف نهر السين في باريس فرنسا، بارتفاع يتجاوز 300 متر. فقد كان أطول بناء في العالم لأكثر من 40 عاما. في هذه الأيام يفد أكثر من 6 ملايين شخص سنويا لزيارة هذا المعلم السياحي الذي يعد أحد المعالم التي تحظى بأعلى نسبة زوار في العالم. وقطعت مسافة 6,000 كيلومتر لرؤيته. بوه، إنه لمبنى مدهش عند النظر إليه من بعد، لكن عند الاقتراب منه حيث أقف أنا الآن فبإمكانكم رؤية التفاصيل. إنه رائع حقا، إنه ليس إنجازا هندسيا مدهشا فحسب، وإنما عمل فني مميز كذلك. كلفني برج أيفل الصغير حوالي $15، لكن ذلك الأصلي، فإن الناس يقولون إنه لا يقدر بثمن. لكن أهو كذلك؟ أم أن أحداً لم يحاول من قبل حساب قيمته الحقيقية؟ هذا بالضبط ما أنوي القيام به، وإليكم كيف؟ أولاً سأحوله إلى خردة. لم أفكر من قبل بتدمير معلم عالمي كهذا، لكن عن طريق تسعير مواده الخام يمكنني فهم تركيبته وتعقيداته بطريقة أفضل وفهم قوته وحجمه. ثانياً سأقوم ببنائه. سأكتشف أي إنجاز هندسي كان، وما هي تكلفة بنائه اليوم؟ وأخيراً سأشتريه لأعرف مدى قيمته كعمل مدر للأرباح، ومن ثم رفع قيمته من خلال نقله إلى مكان آخر يمكنه فيه أن يجني أموالاً أكثر. وعلى الرغم من أنه من الصعب تقييم أي نصب تذكاري، أتمنى أن تعطيني هذه الأرقام الثلاثة القيمة الأكثر دقة، لأني أعلم أنه عن طريق اتباع المال سأحصل على منظور جديد تماماً لهذا الإنجاز البشري الفذ الذي تطلبه بناء هذا الهيكل الرائع. الآن ولأبدأ مهمتي حان وقت تحويله إلى خردة. بداية سألعب دور تاجر خردة لأكتشف المبلغ الذي يمكنني الحصول عليه من بيع البرج والأرض التي يقبع فوقها. أهلاً، قمت بترتيب مقابلة مع ساندرين لتساعدني على إنجاز مهمتي، وهي مؤرخة محلية، لذا ستتمكن من إخباري بكل ما يجب أن أعرفه عن أكثر معالم المدينة شهرة. لماذا نصعد السلالم في حين هناك مصاعد؟ لا أمزح. للحفاظ على لياقتك. حسناً، وكم عدد السلالم؟ مجموع السلالم هنا 1665 إلى أعلى الركن الشرقي. لا أريد صعودها كلها. حقاً؟ آسفة، لكن عليك ذلك. تم بناؤه في الأساس على شكل قوس رائع كمدخل لمعرض الطريق في عام 1889، لكنه لم ينل إعجاب الجميع مثلي. لقد كرهه الباريسيون في البداية. كرهوه؟ نعم كرهوه. يا له من تعبير قوي. بالضبط، حتى إن البعض أطلقوا عليه اسم منبر المصباح المأساوي. منبر المصباح المأساوي، جميل. توقفنا في منتصف طريقنا إلى أعلى البرج في منصة خاصة للاستغراق في المناظر. أتعلمين إن باريس مدينة جميلة؟ شكرا. على الرحب والسعة، لقد أعجبتني. لكن مناظر باريس ليست سبب وجودي هنا، أنا أحاول تقدير قيمة البرج كخردة، لذا علي أن أعرف تماما مما علي أن أتخلص. أريد معرفة المعادن التي أنشئ منها برج أيفل. الحديد المطاوع. لما استخدم الحديد بدلا من الفولاذ؟ لأنه كان أكثر متانة وأرخص وفقاً لأيفل في ذلك الوقت. في الحقيقة قام أيفل ببناء البرج من 18,000 جزء، ثم قام بتجميعها معاً. كان لديه 5,000 رسمة ميكانيكية. 5,000 رسمة لهذا البناء؟ تماماً. واو. قبل وضع العارضة الحديدية الأولى.
أرى كمية كبيرة من المسامير، ألديك أدنى فكرة عن عددها؟ مليونان ونصف. مليونان ونصف؟ كمية كبيرة. كبيرة. كلما صعدنا إلى الأعلى شعرت بمدى ضخامة المبنى. إن كنت أنوي تحويله إلى خردة أريد أن أعرف كم سأبيع منه. ما هو الرقم الذي يجب أن أتوقعه؟ سيكون لديك ما يقارب 7300 من الحديد المطاوع. أي ما يقارب 8000 طن؟ نعم. هذه كمية كبيرة. إنها كذلك. ولكن الأمر لا يفاجئني بالنظر من حولي، فهذا البرج بأكمله مصنوع من المعادن، لا أرى شيئاً آخر. لدي إذن 8000 طن من الحديد المطاوع لأبيعه كخردة. مهمة التالية معرفة ما قيمة كل تلك المعادن. هناك كمية كبيرة من الحديد، لكن ليس بالقدر الذي تعتقدون. لو أنكم تمكنتم من إذابة كل هذه الأطنان 8000 في حوض بنفس حجم الموضع الذي يقف عليه البرج، فقد يفاجئكم ما تجدونه. كم سيكون ارتفاعه في اعتقادكم؟ بهذا الطول؟ أو ربما هذا الطول؟ أو هذا؟ خطأ، إنه ليس بهذا الارتفاع، حوالي 6 سنتيمترات فوق الأرض. هذا هو طوله. أعلم أن الأمر يبدو سخيفاً. تحويل 8000 طن من العوارض والمسامير إلى كتلة واحدة، ما يتبقى لي كي أبيعه لا يغطي كحل القدم حتى. هذه ليست مهمة لأي تاجر خردة قديم، أنا بحاجة إلى واحد يمكنه استيعاب آلاف الأطنان من الحديد التي بحوزتي، وهذا يعني أنه علي قطع مسافة تزيد على 6000 كيلومتر إلى الولاية. وجدت ساحة خردة ضخمة في ولاية نيويورك، وستكون مثالية لمساعدتي على تقييم آلاف الأطنان من حديد برج آيفل، وأنا الآن في طريقي إلى هناك. هذه هي طريقة تقطيع المعادن بآلة تقطيع ضخمة، تمر بها مئات الأطنان من الخردة المعدنية يومياً. أريد أن أعرف إن كان بإمكان آدم وايزمان مالك هذه الساحة التعامل مع كل الحديد الذي لدي، والسعر الذي سيدفعه. لدي 7300 طن من الحديد المطاوع، وهو في الواقع برج آيفل. أريد أن أجعل برج آيفل خردة. لم أسمع بهذا من قبل، هذا المكان المناسب للقيام بالأمر. مستعد لهذا؟ يمكننا إتمام العملية في يوم واحد. هذا ادعاء جريء، تحويل برج آيفل إلى خردة في يوم واحد. لابد أن آدم يدير بتلك عملية صعبة مستخدما معدات بغاية الدقة. هل يجلب الناس نفاياتهم المعدنية إلى هنا؟ أجل، عادة تجلب بواسطة جرارات وتلقى هنا ثم تحمل على حزام الناقل. تقصد ذلك الحزام؟ أجل، توضع على الحزام الناقل ثم إلى حجرة آلة التقطيع الضخمة. أقلت للتو حجرة آلة التقطيع الضخمة؟ أجل، سأخذك إلى الجانب الآخر. هذا عرض لا يمكنني ربطه. إذا كان بإمكان آلة التقطيع الضخمة تقطيع شيء ضخم وقوي مثل برج آيفل، فعلي معرفة كيف. هذه الآلة مرعبة. أعني، ماذا تفعل بالمعادن؟ أتسحقها؟ أتقوم بتكسيرها؟ في الواقع تبتلعها وترسله إلى حائط مليء بالثقوب وتستمر في الضغط إلى أن يمر المعدن من الثقوب. ارتفاع فكي الآلة الذي يصل إلى 3 أمتار بإمكانه سحق جميع أنواع الخردة المعدنية من ثلاجات وغسالات وصولاً إلى سيارات. ما أتخيله هو أخذ برج آيفل بالكامل وقلبه رأساً على عقب، بحيث يكون الطرف المستدق في القاع، ومن ثم نضعه في آلة التقطيع. لا أعلم إن كانت العملية ستتم هكذا، سنحاول القيام بها كما تريد. بطريقة أو بأخرى ستحول آلة التقطيع الضخمة برج آيفل إلى خردة معدنية، لكن حتى أفهم العملية بالكامل سأحتاج إلى التوضيح. أيمكن أن أراها تعمل؟ أجل، لن تراها فحسب، بل ستديرها. ستدعوني؟ أجل، وستكون أول من نسمح له بذلك. حقا؟ ما رأيك بإلقاء شاحنة صغيرة فيها؟ سأتمكن من تحطيم شاحنة صغيرة. يبدو أن برج آيفل سيتعرض إلى نهاية مثيرة وعنيفة، وسأقوم أنا بدور الجلاد لتوضيح العملية. أنا على وشك أن أقوم بتقطيع شاحنة صغيرة. تبدو العملية بغاية البساطة. نستعمل عصا التحكم اليسرى للتحكم بتثبيت العجلات ذات الأسنان هناك في الأسفل، والعصا اليمنى للتحكم بالحزام الناقل. والآن سأنقل إليه شاحنتي الصغيرة. حسناً، الحمد لله، إنها ليست شاحنتي. ستقوم الرافعة بنقل الشاحنة إلى الحزام الناقل. ها هي آتية. جاهزون للتقطيع. أنا بصدد إرسال هذه الشاحنة إلى آلة تقطيع بقوة 10000 حصان وبفكين باتساع 3 أمتار.
ستتمكن هذه الآلة بكل سهولة من ابتلاع كل جزء من برج إيفل، ناهيك عن الشاحنة. انتهى أمرها. الأمر أشبه بركوب الأفعوانية التي توشك على السقوط عند الطرف، باستثناء أني لا أركب الأفعوانية هنا، وهذا من حسن حظي. هذا رائع. وقد انتهى أمرها. لم تستغرق تلك العملية وقتا طويلا. في غضون ثوان قليلة تم تحطيم شاحنة إلى قطع صغيرة لا تعد ولا تحصى. الآن أتخيل ما سيحدث لبرج إيفل. أجل ستقضي عليه. يمكن لآلة التقطيع القضاء على 450 طنا من الفردة في ساعة واحدة، أي ستقضي على برج إيفل في 18 ساعة. هذه كمية كبيرة من المعادن المعاد تدويرها. أهكذا سيبدو برج إيفل بعد تقطيعه؟ ستكون كميتك أكبر بكثير من هذه، حوالي 8 أضعاف هذه الكومة. الآن أريد أن أعرف ما هو المبلغ الذي قد يدفعه آدم وايزمان مقابل الأطنان التي لدي. ما هي قيمة برج إيفل عندما يصبح خردة؟ سأدفع لك حوالي 340 دولار للطن. حسناً، 340 دولار، ولدي 7300 طن، أي لدي 2.5 مليون دولار. أجل، صراحة هذا ليس المبلغ الذي كنت أتوقعه. إذن فإن قيمة 8000 طن من الحديد المطوع تساوي 2.5 مليون دولار في أيامنا هذه. تحويل مبنى رائع كهذا إلى خردة ما هو إلا نهاية حزينة له. لكن لابد وأن يكون هناك طريقة أخرى لتحويله إلى خردة، وهي تحويله إلى قطع يمكن أن تكون ذات قيمة للهواء. أنا في ولاية جديدة بخطة جديدة. الحديد الذي بني منه برج إيفل ليس مجرد حديد وحسب، إنه مميز، فهو يملك قيمة تاريخية وسياسية واجتماعية، وعلي أن أخذها بعين الاعتبار. ومن أجل توخي الدقة، ما سأفعله هو أني سأضيف إليه قيمة أكبر حتى أمثل هذه القيمة الخاصة بشكل أفضل. وجدت هنا في أورلاندو شخصا يدعى ستيف كوين، الذي يملك قطعة من برج إيفل في الواقع، وإن كان مستعدا لبيعها قد أكون قادرا على إضافة ما أريده من قيمة. ستيف، كيف حالك؟ شكرا للقائي. على الرحب والسعة. حقا لديك قطعة من برج إيفل؟ لدي هنا سر صغير سيعجبك. رائع، أرشدني إليه. واو، سلم لولبي، عمره يقارب 120 عاما. تم نقل هذا السلم من البرج عام 1983 لإفساح المجال لوضع مصاعد جديدة. بمجرد وقوفه هنا منفصلا أصبح قطعة هندسية معمارية رائعة. متى حصلت عليه؟ حصلت عليه منذ عامين. هاتفني أحدهم ليخبرني أنهم بحاجة لإخلاء ساحتهم من سلم لولبي يمكنني أخذه، فذهبت كي ألقي نظرة. أخبرني بأنه جزء من برج إيفل، طلب مني أن أخذه، وأفضل من هذا أني دفعت ثمنه على أنه قطعة خردة معدنية. حقا؟ وكم دفعت؟ 261 دولارا إضافة للضريبة. لا أصدق. حصل ستيف إذن على صفقة رائعة. أعرف قيمة الخردة من هذا الجزء من البرج، بل وأفضل من ذلك، هذا السلم غني بالقيمة السياسية والاجتماعية كما كنت آمل. أعتقد أن كل ملك وملكة وإمبراطور وكل العظماء وحتى هتلر صعد على هذه السلالم، وحتى إيفل نفسه صعد عليها. لدي صورة تذكارية له يقف إلى جانب هذه السلالم بالضبط. عملية شراء مقنعة. أجل، لما لا ترشيني؟ لا يسعني إلا أن ألاحظ أن الجزء السفلي من السلالم قد تم تجديده، أما الجزء العلوي لم يجدد. الخطة تقطيع وتسويق الجزء السفلي، ثم أجدد الجزء العلوي وأضعه في منزلي. أفكر في أن نتشارك. إليك ما سنفعله، سأجد لك طريقة سريعة لبيعه. حسناً. وسأحصل على المعلومات الأساسية التي أحتاج إليها لأعرف قيمة برج إيفل من بيع السلالم. اتفقنا. اتفقنا. دعنا نبدأ. يريد ستيف قطعه إلى جزئين وبيع جزء. أريد معرفة القيمة الحقيقية لحديد برج إيفل. سنربح في الحالتين إن تمكننا من البيع، والآن سأطلب منك معروفاً آخر.